خطار الدار هي فرصة تطوعية تطلقها دار رعاية المسنين تابع دار الخدمات الاجتماعية بشكل سنوي، فرصة تدمج كبار السن مع المجتمع الخارجي والأفراد الخارجيين للفطور معاهم وتبادل الحديث والنقاشات ما بينهم بين المجتمع الخارجي، وإدخال الفرحة والسرور في قلوب المسنين لها أثر كبير في نفوسهم، فقمنا نكررها كل سنة والحمد لله جميع الجهات تشارك والمؤسسات في هاي الفرصة التطوعية. طبعاً إحنا عندنا ساعتين يشاركون فيها الجهات الحكومية، هاي الساعتين يكون فيها برامج وأنشطة وفعاليات، في برامج دينية وثقافية وصحية وشعرية على حسب يعني كل جهة شو التي تقدم مع كبار السن، حديث ذكريات المسنين وتبادل خبرات ما بينهم.